الله سبحانه وتعالى خيارك ربي بايك وك بايك اللي بيجي ما علم به دوغا ضروري علم حاصل كوفا ميها بس نظري علم كتري ابو بدغاني ايغوتم حلال حرام نوني دينك بين حكم تبس امي كي انغان الله سبحانه وتعالى كم شريعه النسبه بيروي اني كي نظري اهل نظري علم اهل بري كنوا حالو بس صواب كباني ميغ صواب اسلام دين بدوته فتريغن ادي ام بابا وي ادي انسان نن اولم بولم وي شريعه كو حد كانت تكا حد نو كانت تن وكن وحاله انسان مدني نظري علم ضروري علم مديتي مديلم انسان رغلا فروك بيان كور نيغم صواب. ولذلك تجد اليوم الذين يتكلمون في العلم مهندس وطبيب ويعني تاجر وكذا يتكلمون في العلم النظري وهم ليسوا من الاختصاص، ولا يعني هذا أنه لا يجوز أن يتعلم العلم النظري من كان مهندسا أو طبيبا أو لا، بل السلف كان منهم زيات يبيع الزيت، وكان منهم بزاز يبيع البزع للقماش، وكان منهم زجاج يبيع الزجاج، وكان منهم يعني أصحاب أعمال كثيرة، بل الأنبياء أنفسهم كانوا يعملون. فنوح عليه السلام كان يعمل، وداود كان نجارا، ويعني يوسف كان نجارا، وأكثر الأنبياء عمل في رعي الغنم، لا عيب في العمل، لكن العيب أنه يتطاول على ميدان هو لا يحسنه، هذا هو العيب. ويقولون من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. اهم فمون ميادو ميزمانوغا دكتورون بس ديني باهاك دكا اليام ايغوتون انجينيرون بس ديني باهاك دكا ايما اميهكي ايغ اختصاص اهول ورينغ ترين واميهكا نواهدوغا بس ديني اهول ورين ديني علم حاصل نقطي بميهم بس الله سبحانه وتعالى شريعتك من لبافا وامي ديني كانتتوك ميجب بس واهاك دكو دكو مميداني اهنس ميغ ماني نون اكيه ديني علم حاصل كرم افد ميهم تبس ايغوتن شيخ حفظه الله ميتا بياكو ديني سلفون تريغ بودت امام ابتي بي مثالك زيت بيكي ميهم تبس بول ادي نجار مثالك فتيتش بيكي ميهم بس بول بودت علم ورينغ بول ادي وڑان كورا حالوغا امسك كورا ميهم تبس بيگن ديا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالى دنیا مچ فنگونی نبیوں کے تہو تھرے گا بس اج رسول تہو تھرے گا بس ایک ایک مسل کے قرآن نبیوں علیہ السلام وگن دیا این اس عیب کی ایک اہل وری کا نوا حالو گا ایک تیرے نیمے کو ودے گتو ایک اہل وری کم گا وگن ایک تو واہ گا دکا کم گا ونی نہ میں عیب نوں ایک ہی اے میں شیخ میتا گنسیں بہا کی من تكلم دون فنه اميهك فن نوني اميهك اهل ايه اهل بري كان نوا ميهكو ايه كمكا بهغوت واه دكا بكمك وني نما اي بهغ مدح مين ان ياتي بالعجائب اميهو دكاني عجائب بكم با كانت تكا بهغوت ني مانك عجائب وانا غوت كاني ميهو غوت واه دكاني اميهك فن نو فنكا بهغوت اميهو واه دكا بكمك وني نما. وقبل ان اختم وبقي لي دقيقتين لي انا ليس للمدرج هو يطيل فأنا لي دقيقتين. قبل أن أختم أقول مثال واحد من هذا الأمر، من تكلم بغير فنه أتى بالعجائب. يذكر أن رجلا أراد أن يكون محدثا في زمن اشتهر فيه المحدثون، فقام بالناس يحدث وأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يتعلم، أخذه من كتاب، فقام وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن في سقطه، هكذا قال الحديث، والحديث المؤمن كيس فطن، لكنه ليس من أهل العلم، فلما قرأ الحديث وربما وقع فيه من الحبر شيء على الحروف لم يفهم المقصود، فقال المؤمن كيس قطن، وهذا طبعا ليس مدحا للمؤمن، وإنما هذا أمر زائد ليس بالحديث. ایگوتم میتاگا
ekamug ahulveri nun mihun ekamug tere wade bikamuga waninama ajab ugamba kantattakun kantattaka be kantattang emihun bunane migota bunaveni ma ege misale mitaga shehu habibullah baya goddini egotum bunaveni miheku muhaddithaka waamege hadith ilmuge ahulveri ka waamege masage kuri enis eneki e hadith ilmuge fannuge ilmu lifa mi enun eneki enis e zamanaki muhaddithum waragina mashhur zamanaka bihinduga e zamanuge enaves muhaddithaka waambegen egota waahage dakkamu ena beenugi egotum nabi sallallahu alaihi wasallam ga hadithan nagaha e hadithuga mihuna bayaqodina wattaka ena bonani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa taala ga nabiyya hadith kurebiye al mu'min hama kasharum mu'min miha ki kisu qutun kotnu vyefai kotaleke ehnas e hadith ga maane ki nuni hadith ga dakkadeni ehn maane ngi e hadith ga rasul sallallahu alaihi wasallam baya kurani al mu'min hama kasharum mu'min miha ki kayisun fatin mi dakkade maane ki ehnas ega ahul veriya kan emiha numu ga sababum ega akurte ko tere akure battale buni fiye battale buni ehn bumum emiha e debunu bas eminya ga faratum e haditha medu ga ibunu lafzaki kiha tafat lafzakan ibe enge ega ahul veri nu mihaku ega tere wadivi kamuga wani nama e misamanu ga wes ilmu ga ahul veri nu mihaku ilma behegotum waha dakka fa kamuga wani nama mifada ajab taka behegotum nu ni mifada ajab ga basta pa emiya ganga wes emiya amur takus nukunna mun dani na'am atanna alaykum wa na'tadir ala dhalik ولكن نختم بوصية ذكرها الإمام الشافعي وذكرها أيضا الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية نقلا عن ابن الجوزي الذي نقلها أيضا عن الديوري وقال بأن الديوري هو الذي قال هذه الأبيات وهي وصية لمن أراد أن يطلب العلم وصية لمن أراد أن يطلب العلم إيقوتم ورد ديري كودينا تنقل ديقكم مدرس ديومم بس ene sorapoda maaf kura re migot digu ane darus digu ke die kamuga bias darus irad kura bi animma dani bodit ilmeri te go terem ba bodit ilmeri ilm hoda mi hunna bayan ko difa bod wasiyate ha adu ma ko dinu fauge egotum imam shafi rahimahullah ad imam ibn mulaqin ko faratum bis ibn muflih ad imam ibn muflih ko faratum bis mi wasiyya ngasabave ebba salafum munafa ba mi wasiyataki imam ad-dailami ge faratun bayat takakun egota bayan ge difa wasiyatake ema mi fa wasiyati yakudinan haduma koddene me mi ilmu hasil kura mi hunnan mi fa muhim wasiyataka wi hinduka na yaqul akhi lan tanal al-ilm illa bi sittatin sa'ulika an maknunha bi bayan dhaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun وصحبة أستاذ وطول زمان هذه ستة أمور لن تحصل على العلم إلا بها لن تحصل على العلم إلا بها وهي ذكاء ويعني هذا أنك تكون ناظر الذهن وحرص يكون عندك حرص على طلب العلم واجتهاد تجتهد فيه تحضيرا قبل الدرس ومراجعة بعد الدرس وحفظا وتلوين كله وبلغة يعني ما تتبلغ به للعلم من علوم الآلة وكذلك من أمور الدنيا كأن يكون عندك مصدر رزق بسيط فلا تجعل العلم هو الذي يقودك